دوستو السلام علیکم، آپ لوگ کیسے ہیں؟ امید کرتے ہیں الحمدللہ خیریت سے ہوں گے۔ آپ لوگ جانتے ہیں کہ آج جمعہ ہے، آپ سبھی کو ہماری طرف سے، جو جو میرا ویڈیو دیکھتا ہے اس کو ہماری طرف سے جمعہ مبارک ہو۔ آج جمعہ ہے، دیکھ لو یہ ہماری امی ہیں، امی نماز پڑھ رہی ہیں۔ تو گائز دیکھیے، ہماری امی نماز پڑھ چکی ہیں، آپ تسبیح پڑھ رہی ہیں، آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں۔ میں بھی نماز پڑھ چکی ہوں، اب جا رہی ہوں پارہ پڑھنے۔ تو گائز میں جا رہی ہوں اب کتاب پڑھنے، پارہ پڑھنے، آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، اییاک نعبد و اییاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، ذلک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب یقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک بالآخرۃ مکنون اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون۔ ان الذین کفروا سواء علیہم انذرتہم لم تنذرہم لا یؤمنون۔ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی السمع أولئك على هدى من ربهم أولئك هم المفلحون۔ إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم لم تنذرهم لا يؤمنون۔ ختم الله على قلوبهم وعلى السمع وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب أليم۔ ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنون۔ يكذبون الله والذين آمنوا وما يكذبون إلا أنفسهم وما يشعرون۔ في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون۔ وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون۔ ألا إنهم مفسدون ولكن لا يشعرون۔ وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا ونؤمن كما آمن الناس ألا إنهم سفهاء ولكن فما لكم في منافقين۔ فياتين الله أركاسهم فيما كسبوا أتريدون أن تحادوا ومن أدول الله من يدول الله فلن تجد لهم سبيلا وعدوا ولا تغفرون كما غفروا فتكونوا شو فلا تتخذوا منهم أولياء حتى يهاجروا في سبيل الله فإن تولوا فخذوا وقاتلوهم حيث وجدتموهم ولا تتخذوا منهم أولياء ولا تنصروا إلا الذين يحصلون إلا قوم بينكم بين ميثاق وأوثاقكم هزيرا صدورهم أن يقاتلوهم أو يقاتلوا قومهم ولو شاء الله لأسلطتهم عليكم فلا قتلوهم لهم فإن تزلوكم فلما يقاتلوا ولوكم وليقاتلوكم سلام فما جعل الله لكم عليهم سبيلا ستزيدون
آخر آخرين يريد أن يامونكم ومانوكمهم قول ردوا إلا في تناتي أركيش فيها فإن لم يتزلوا إلى كون ليكم سلام يكوف أيديهم فخذوهم وقاتلوا حيث سقيفاتهم أولئك حزال لكم عليهم سلطان مبين وما كان للمؤمنين أن يقاتلوا مؤمنا إلا خطا ومن يقاتل مؤمنا خطا فتحرير رقبة يومين ودية سلامة إلا عليها إلا أن يصدقون فإن كان من القوم يدعون لكم من مؤمنين فتحرير رقبة مبين وما كان للمؤمنين أن يقاتلوا مؤمنا إلا خطأ وما قاتل مؤمنا خطأ فحرير الرقبة مؤمنات ودية مسلمات إلا أهله إلا أن يصدوا فإن كان من قومه يدعون لكم وهم مؤمنين فحرير الرقبة مؤمنين إن كان من قومي بينهم وبينهم ميثاق فلا يتوه مسلمات إلا أهله تحرير الرقبة مؤمنات. गाइस आप लोग ने देखा मेरी अम्मी भी नमाज़ पढ़ चुकी है, हम भी पारा